السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم مشاهدي الكرام. أنا محدثكم غسان الشيخ، وأرحب بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج دين ودينار. المصارف الإسلامية نجاحات تتألق في سماء الاقتصاد العالمي. أصبحت المصارف الإسلامية حقيقة واقعة ليس في حياة الأمة الإسلامية فحسب، بل في جميع بقاع العالم، منتشرة في معظم دولها، ومقدمة بذلك فكرا اقتصاديا ناجحا بكل المعايير، مفندة أفكار أولئك الذين يطعنون في جدارة الاقتصاد الإسلامي، والذي المصارف الإسلامية من أكثر مظاهر الاقتصاد الإسلامي. نجاحات تتألق في سماء الاقتصاد الإسلامي، المصارف، عنوان حلقة الليلة من برنامج دين ودينار. وضيفي الليلة فضيلة الدكتور عدنان الزهراني، المستشار الشرعي والقانوني ومدير الرقابة الشرعية ببنك الجزيرة سابقا. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله. دكتور، قبل أن نتكلم عن إنجازات الصيرفة الإسلامية، وأيضا نتكلم عن بعض المعوقات أو التحديات التي أيضا تواجهها، دعني بداية أمهد في معرفة مفهوم المصارف الإسلامية، وننطلق متى ظهرت وكيف نشأت. ما هو مفهوم المصارف الإسلامية؟ أولا أشكركم على هذه الاستضافة. ثانيا، بالنسبة لمفهوم المصارف الإسلامية، المصرف مؤسسة مالية تعنى بتجميع الأموال من الجمهور الذي يتعاون معها أو يتعامل معها، وتحاول أن تتعامل مع هذا المبالغ المجمعة لديها تعاملا شرعيا. هذا ببساطة مفهوم المصرف الإسلامي. متى ظهرت فضيلة الدكتور المصارف سواء في العالم الإسلامي؟ كيف بدأت وكيف نشأت وكيف تطورت إلى ما وصلت إليه اليوم؟ في الحقيقة لما يعني البشرية يعني حصل لها تغيرات عديدة مع وجود الاستعمار، الاستعمار الذي أثر في البقاع الإسلامية تأثيرا شديدا، فتنحت التعاملات الإسلامية وبدأت يعني يخوض الناس فيما يعني في بعض المحرمات، ولا يلتزمون بمبادئ الفقه الإسلامي. ثم الاستعمار استمر مدة في هذه البلاد، والناس على 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 مستوى شخصي وشعبي، منهم من يلتزم ومنهم من لا يلتزم. ثم بعد أن غادر الاستعمار البلاد الإسلامية، بدأت تتحرك كثير من الدعوات الصحوية والصحوة الإسلامية المباركة، بدأت تنشط هنا أو هناك، حتى بدأت تكثر الدعوات المتعلقة بأن يعود الناس إلى التعاملات الشرعية والسليمة والصحيحة على مستوى عام، على مستوى الدولة وعلى مستوى خاص. بدأت تجارب في هذا الصدد فيما يذكر المؤرخون في هذا الجانب في الباكستان، تجارب بسيطة، ثم في مصر في منطقة تحديدا هي متغمر في عام 63 عن طريق أحد المهتمين بهذا الجانب، أحمد النجار. نعم. وله الفضل في بداية مثل هذا النوع من خلال توظيف بعض الأموال وتجميع وتشغيل إلى آخره، إلا أنها تجارب لا تزال. هذه تحسب له فضيل الدكتور، ولا بد يعني حقيقة أن نبين ما في شك فضل هذا الرجل رحمه الله، لأنه بحق يعتبر ربما المؤسس أو أول من وضع بذار ما يسمى المصارف الإسلامية. صحيح. وعلى غرار ذلك، لما هي تجربته شهدت قدرا من النجاح، ولكن لم تستمر لأسباب عديدة، لكن في نهاية المطاف كان يعني دعني أقول هو من علق الجرس، وهو من حمل المشعل في بداية الأمر. ثم بعد ذلك توالت التجارب حتى أصبح لدينا مصرف عام 71، مصرف ناصر الاجتماعي، أخذ على عاتقه وتحمل مسؤولية أن تكون التعاملات في هذا المصرف تعاملات شرعية وليس فيها من الربا. وكذلك عام 74 البنك الإسلامي للتنمية أيضا قام على هذا الأساس، وقام وفق هذا المبدأ على مستوى وهو باتفاق وشراكة من جميع الدول الإسلامية كما هو معلوم لديكم. ثم عام 75 مصرف دبي الإسلامي خطى خطوات رائعة في هذا المجال، ولا زال يعمل إلى هذا الوقت. لعل فضيل الدكتور يعني بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، لعله الفكرة نوعا ما تبلورت هنا فيما يبدو،
وفي في تأصيل كثير من المعاملات المصرفية. أنا هنا قبل أن نتمم فضيلة الدكتور، هل كان هنالك دعوات تدعو وتقول أنه لا يمكن أن يطبق، أن يكون هناك اقتصاد من دون ربا، وأنه لا يمكن أن يكون هناك بديل عن المصارف التقليدية الربوية؟ أي طبعا كان هناك، بل على العكس، النظرة الغالبة في الدولة الحديثة التي نشأت بعد الاستقلال كانت تتبنى الرؤى الغربية في هذا المجال. حين ذهب المستعمر ووضع بعض الآليات، فورث هذه الآليات بعض من تولوا الحقيبة الاقتصادية في البلاد، فتصوروا هذا التصور أنه لا يمكن أن يقوم اقتصاد بدون وجود ربا، بدون كذا، لأن لا سيما إذا ارتبط الاقتصاد بالبنوك تحديدا. والسبب في هذا أن البنك وفق المعيار الغربي ليست أداة لتجميع الأموال والعمل بها وفق الشريعة، هي بالفعل تقوم بتجميع الأموال، ولكنها في الحقيقة وسيط بين مقرض ومقترض، والبنك يحصل على منافعه من خلال الفرق هامش الربح بين الإقراض وبين الاقتراض. يعني باختصار شديد، البنك قام على أساس فكرة الوسيط، بينما البنك الإسلامي قام على أساس فكرة تجميع الأموال وتصرف بها تصرفا شرعيا، وتصرف بها تصرف شرعي يلزمه بأن يتخذ آليات معينة محددة إذا ما أراد أن يربح. سنتكلم عن هذه الآليات والقواعد التي انطلق من خلالها المصرف الإسلامي. أود أن نتابع أيضا فضيلة الدكتور، بعد أن ظهر بنك دبي الإسلامي، هل ظهر بعد ذلك بعض المصارف الأخرى وكيف بدأت؟ نعم، مصرف عام 77، مصرف فيصل في السودان، ومصرف فيصل أيضا في مصر، وكذلك بيت التمويل الكويتي عام 77، وهناك وتوالت الحمد لله المنشآت الإسلامية في هذا المجال وتكاثرت ولله الحمد، وإلى يومنا هذا أصبحت يعني لله الحمد في حجم كبير جدا، وهي قادرة حقيقة، والواقع أثبت ذلك، على منافسة البنوك التقليدية على نحو واسع وكبير في الوقت الحالي، حتى أصبح الكثير من البنوك يرون أن خيار البنك الإسلامي أو المصرف الإسلامي خيار هو الأوفق والأصلح في بيئة إسلامية، والناس يرغبون في هذا الاتجاه ويدعمونه ويؤيدونه ويتعاملون معه. فضيل الدكتور، هناك من يقول ويؤيد ما تقول ويقول أن المصارف الإسلامية الآن انتشرت في القارات الست حتى في أوروبا وأمريكا، انتشرت انتشارا كبيرا اليوم. لكن هنا لي سؤال، أولا هل هنالك عدد رسمي موثوق فيه كم عدد المصارف الإسلامية وكم هي حجم الأصول فيها تقريبا فضيل الدكتور؟ والله الآن أنا طبعا لا شك أن هناك معلومات دقيقة في هذا الجانب، لكن الآن لا تحضرني هذه المعلومات، لكنها أعداد كبيرة جدا ولله الحمد، ونحن نتكلم في هذه اللحظة قد نشهد ولادة مصرف أو مصرفين، وكذا وبالنسبة تصل إلى مليارات المليارات، ليس لدي رقم في هذا الوقت الحالي، لكن مليارات المليارات داخل هذه البنوك والتحرك من خلالها، وإلا لم نشهد أوروبا على ما فيها من فلسفة اقتصادية وما شابه ذلك تنحى هذا المنحى. جميل جميل. فضيل الدكتور، أنت يعني خبير، ويعني كنت رئيس رقابة شرعية ولك اهتمامات، وما زلت أيضا على صلة بالمصارف الإسلامية. أنا أود حقيقة أن تبين لنا الخطوط العريضة، القواعد، الكليات التي بنت عليها المصارف الإسلامية معاملاتها. طبعا أهم يعني دعني أقول عنوان التحدي في هذا المجال، وهو يعني الأساس، وجود هيئات شرعية متخصصة في داخل هذه المنشآت المصرفية أو المؤسسات المالية. هذه الهيئات هي عنوان التحدي، أو دعني أقول موضع الرهان. هذه الهيئات الشرعية هي التي تقود هذه البنوك وتقود اتجاهاتها وسياساتها بصفة عامة. فإذا ما أردنا أن نقول الخط العريض الأساسي، ودعني أقول الأهم في هذا الميدان، وجود هيئات شرعية تقود هذه المؤسسات المالية القيادة الصحيحة للاتجاه الصحيح الذي يتناسب
ويقوم يعني هنا أيضا تحدي آخر، ويقوم بالمواءمة بين احتياجات الناس التي تغطيها البنوك الربوية وبين تطوير المنتجات القادرة على مواءمة ومواكبة هذه الاحتياجات وتغطيتها على نحو شرعي. إذا هذا هو الخط العريض الأساسي في هذا الميدان. ثم تأتيني خطوط أنا هذه موضوع هيئات الرقابة الشرعية فضيلة الدكتور، أنا يعني أعتقد كما تفضلت هي إحدى أهم التحديات لها وعليها، لا سيما اليوم إنه في بعض القصور، في بعض الاحتكار، في بعض من يدخل في ما يسمى في فقه المعاملات المالية والصيرفة الإسلامية ممن ليسوا مختصين في محسوبيات، في أيضا احتكار، يضربون لا يجعلون دم الشباب يعني فيها، سنتكلم عنها. لكن أنا أود حقيقة اليوم يعني قبل أن ننتقل إلى موضوع التحديات أتكلم عن القواعد الشرعية التي انطلقت من خلالها المصارف الإسلامية. طبعا هي الأساس، ذكرت لك أنه الخط العريض الأساسي الذي تبني عليه أو يبني عليها المصرف اتجاهه وتوجهه وجود هيئة شرعية. الخطوة الثانية ما تحمله على عاتقها تلك الهيئة الشرعية من توجهات وسياسات والمنح الذي سوف تتجه إليه في المواءمة وتغطية احتياجات الجمهور واحتياجات المجتمع بين ما تتيحه البنوك التقليدية وما تتيحه البنوك الشرعية من وجود ومنتجات وتطوير. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهو مبدأ أساس منع التعامل بالربا أخذا وإعطاء في جميع الاتجاهات، وهذه خطوة أساسية لدى جميع، وهي حقيقة التي تقود الأساس الذي تعتمد عليه الهيئات الشرعية في إيجاد المنتجات. كيف تستطيع تلك الهيئات أن تشرف أو أن تتولى بنفسها تطوير منتجات مصرفية تغطي احتياجات الجمهور والناس دون التعامل بالربا أو ابتعادا عن بالابتعاد عن الربا. اسمح لي، هذا هو اسمح لي فضيل الدكتور أخذ الاتصال من السعودية. محمد من الرياض. ألو. تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير دكتور غسان. مساء الخيرات أستاذ محمد. تفضل. أمسي عليك وعلى الضيف الحبيب الدكتور عدنان الزهراني، وأنا سعيد بهذه الحلقة المباركة إن شاء الله. يا طويل العمر حنا نتكلم عن البنوك الإسلامية، يعني أقوله وأنا حسرة وفي صدري وفي قلبي حسرة. والسبب حنا ننظر، حنا بس نتكلم عملي، أما الواقع حقول لك بلاتي، وآسف على هذه الصراحة ولكن إن شاء الله ما فيها وقاحة. إذا عملت مقارنة بين البنوك الإسلامية أو وغير الإسلامية الربوية أجز بعدة نقاط، وهذه عبارة عن يعني حاجة عملية. أول شيء يعني في شبه كبير بين البنوك الإسلامية والتقليدية، من حيث ابتداء إذا نشوف التصويت الإلكتروني في بنك الجزيرة اللي كان فيها الشيخ ما زال تقليدي. اثنين، اللجان الشرعية ما زالت زي ما هي اللجان الشرعية في كل البنكين، نفس الشيء، ما في صلاحيات وارتباطها بمجلس الإدارة. بالنسبة للمنتجات نفس المنتج، ولكن هنا البنك الإسلامي أغلى أعلى. نيجي طال عمرك أداء الصناديق الاستثمارية النقية مع الأسف اللي هي لازم تكون قدوة في السوق وقدوة للاستثمار 10 سنوات وهي ما زالت في خط أحمر. كمان المرجعية جهة واحدة، نفس الجهة اللي هي مؤسسة النقد، جهة التقاطي واحدة، يعني ما في فرق، ولكن في أعباء كثيرة. فهذه أوجزها من حيث يعني واقع عملي. فآسف على الإطالة، ولكن عندي طلب من الدكتور عدنان، طلب شخصي أبشر أنه أنا ترى تعبت في موضوع شحن الSTC. آخر شيء وكلت محامي طلب مني 50,000، فهل بنك الجزيرة أو الدكتور عدنان يتوسط لنا، يشفع لنا بنك الجزيرة الحصول على قرض عشان ندفع للمحامي؟ ما بكفالة منه، بس يتوسط وحنا نقدر نتفاوض مع البنك عشان خير إن شاء الله أستاذ محمد، عشان نشوف مشكلتنا مع الSTC أو الدكتور غسان يفزع ويدينا في هذا الهاتف الذكي الجديد إن شاء الله خير، ما يكون صيني. بارك الله فيكم والسلام عليكم. شكرا لك يا أستاذ محمد.
فضيل الدكتور، هو حقيقة الأستاذ محمد أشار عدة مواضيع حقيقة ذات أهمية حقيقة. جميل. ويعني هو يتكلم عن الواقع، يقول، وهذا يعني ربما أنا أنقل لك، في بعض كثير ممن يقول أنه من ناحية الواقع العملي في كثير من الأحيان هناك تجاوزات، حتى أنه البعض لا يكاد يجد الفرق، لا سيما إذا لم يكن متخصصا، ولا سيما إذا كان أيضا الموظفين والكوادر الموجودين ليس عندهم خلفية شرعية فقهية يطلعون المتعاملين على الكيفية الشرعية للتكييف الفقهي للمعاملة الشرعية. يعني يقول لك من حيث الواقع العملي أنه ربما يقترب المصرف التقليدي أو المصرف الإسلامي من المصرف التقليدي، هذه ناحية. ما هو رأيكم فضيل الدكتور؟ حقيقة يعني دعنا نكون منصفين، البنوك الإسلامية علينا ألا نحملها ما لا تحتمل، يعني بعبارة أخرى المساهمون في هذه البنوك أيضا طلاب ربح وليسوا يعني جمعية خيرية من أجل توزيع صدقات على الناس، هذه واحدة. الأمر الثاني، طبيعة الجمهور لما يأتي يتعامل مع البنك الإسلامي يقول أريد قرض، الموظف احنا علمنا الموظفين ودرسناهم قلنا لهم يا جماعة لما يجيك المراجع أو العميل ويقول أريد قرضا قل له تمويلا، وبين له الفرق بين التمويل أن تحصل على مال. لكن الدكتور دعني، صحيح كلامك، لكن دعني أتكلم من الناحية الواقعية. الآن أنت نبهت البنك الذي كنت فيه، طيب المصارف الأخرى هل يتم التنبيه والقادر هذا الموظف؟ أليس هذا تحديا كبيرا لا سيما الانتشار الكبير نتيجة النجاح، أنا أقول النجاح فعلا للمصارف الإسلامية، ولذلك كما قلت ربما ونحن نتحدث الآن ربما تكون هنالك ولادة لمصرف إسلامي. هذه التحديات إلى الآن يعني تجد الموظف غير مؤهل ربما من الناحية الشرعية، يعني أقل تقدير، وكيف يستطيع إفهام المتعامل أنه هو لا يطلب قرضا إنما يطلب تمويلا؟ صحيح، هذا تحدي، وهذا البرنامج يقوم بهذا الدور ولله الحمد. وأقول يعني بنك الجزيرة في الفترة التي كنت معه قام بعمل دورة لكل موظفيه في هذا الخصوص. يعني أنا بدي أسأل الآن سؤال، معلش معذرة عن المقاطعة، كم برنامج عندنا يتناول ما يسمى الاقتصاد الإسلامي أو الصيرفة الإسلامية على مستوى القنوات الفضائية؟ وأين هي البنوك؟ لماذا لا تدعم هذا الجانب الإعلامي الحساس وهذا المنبر الذي ينبغي أن يدعم بكل قوة في كل القنوات الفضائية؟ ما هو رأيكم؟ صحيح، هذا كلام صحيح، ومنبرك المبارك هذا يعني وسيلة من وسائل الدعوة لمثل هذا العمل، وأن تقوم البنوك بدورها، البنوك الإسلامية بدورها في هذا الاتجاه. أيضا دورات الموظفين، يفترض بالبنك الإسلامي كل من يدخل، هناك دورة أساسيات المصرفية الإسلامية، كل موظف يدخل يجب أن ينخرط في هذه الدورة بصرف النظر الدورة داخلية أو دورة خارجية لدى المعهد المصرفي مثلا أو لدى البنوك المركزية أو لدى أي ما يكون لدى جهات تتولى التدريب، هذه أساسية ولا بد منها. لكن دعني أركز على نقطة الشبه في التعامل. العميل حين يأتي للبنك يقول أريد قرضا، الموظف صح يقول تمويلا، يحصل على 100,000 ريال، يذهب إلى بنك تقليدي يطلب قرض 100,000 ريال، يحصل على 100,000 ريال. فماذا يقول العميل؟ هو لا يعرف خفايا الأمر، لا يعرف الخفايا، يقول كلهم زي بعض. ربما يقولون بسبب تقصير المصارف الإسلامية، هذه الثقافة يعني يجب أن تكون صحيح على كاهله، هو الذي يبين للناس بشتى القنوات الفضائية والإعلامية وإلى ما هناك. ما رأيك؟ صحيح، يعني نحن لا نلوم الجمهور، نحن لا نلوم الجمهور في أن يقول يا أخي لا فرق لا فرق، وهكذا دائما نسمعه لا فرق لا فرق. لكن حقيقة حين تدرس أنت في النهاية أخذت 100,000، من هنا أخذت 100,000 ومن هنا أخذت 100,000، لكن 100,000 هنا وفق آلية محددة فيها بيع وفيها شراء ووجود سلعة في الأسواق تتحرك. 100,000 هنا لا توجد سلعة تتحرك في السوق. صحيح. هذه حلال وهذه حرام، قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، هي في النتيجة هذا حصل على 100,000 وهذا حصل على 100,000. فماذا يقول الجمهور؟ يقول كله زي بعض. لا، ما هو كله زي بعض. طيب هنا قد نأتي نناقش الهيكلية التمويلية التي مارسها البنك الإسلامي، هل عليها ملاحظات أو ليس عليها ملاحظات؟ عليها ملاحظات وعليها كذا، وتحتاج إلى تطوير وتحتاج إلى تغيير، لكنها بصفة عامة
طالما أننا لا نملك البديل فعلينا أن نقبل بهذه المرحلة الوسيطة التي لا تعبر عن طموحات المصرفيين الإسلاميين الحقيقيين. جميل جميل. ولكنها مرحلة يعني ماذا نريد؟ ما هو الخيار؟ والعمل على التحسين يعني. وأنا نحن يعني نحن مع المصارف الإسلامية، لكن لابد من النقد الإيجابي إذا صح التعبير حتى يكون هنالك. نحن كما تفضلت يعني دائما طموحنا أكبر من ذلك، لكن في تحديات، في تحديات كثيرة جدا لعلنا نتحدث عنها في الجزء الأخير من الحلقة، لأنه أود أن أتكلم عن النجاحات، لأنه النجاحات حقيقة أكثر بكثير. دعوني مشاهدي الكرام أخرج فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا مشاهدي الكرام. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامج دين ودينار، المصارف الإسلامية تتألق نجاحات في سماء الاقتصاد العالمي. فضيل الدكتور، قبل أن يعني أتوجه إلى القواعد التي بنت عليها المصارف الإسلامية، حتى الأخ محمد يعني ما يزعل منا، يعني أقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، فيعني هذه الواسطة ما أدري يعني ماشي طلبة على الهواء ربما يعني تساعد. وأتوجه أيضا حقيقة أثار مسألة أخرى، صلاحية الهيئات الشرعية أؤجلها إلى التحديات. دعني أنتقل إلى القاعدة الأخرى التي نسمعها دائما، الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، ما المقصود فيها؟ وهي من أساسيات والقواعد الكبرى التي بنت عليها أو بنيت عليها المصارف الإسلامية. نعم، هي من أهم الأساسات أو القواعد التي بنيت عليها أو بني عليها الفكر الاقتصادي في الإسلام. جميل. الخراج في الضمان، يعني هي مبدأ، يعني أكثر من كونها يعني مسألة فقهية، هي مبدأ يعتمد عليه الاقتصادي الإسلامي في تصوره وبنائه للمنتج بكامله الذي يقوم بتطويره. يجب يعني هي ويجب أن يظهر نصب عينيه إذا ما أراد أن يؤسس لمنتج أو يضع فكرة لتطوير منتج، يجب أن يضع هذه القاعدة نصب عينيه. المقصود منع الربا، منع القمار، والخراج بالضمان، أي لا يجوز لك أن تربح وأن تنتفع من شيء دون أن تتحمل ما يتعلق به من ضمان، ما يتعلق بضمان الرقبة، يعني المخاطر. نعم، المقصود بالضمان هنا المخاطر وفق المصطلح الحديث. فالنتيجة هنا تؤدي إلى ماذا؟ أنه عليك أنت لكي تربح أن تتحمل المخاطر المتعلقة بالعين، بالرقبة، وإلا فليس من حقك أن تحصل على هذه الأرباح. فالخراج بالضمان أيضا من القواعد التي يجب أن يضعها الإنسان نصب عينيه إذا ما أراد أن يطور منتجا من منتجات المصرفية الإسلامية، حتى ليس فقط منتجا، إذا ما أراد أن يصمم عقدا من العقود بين أي شخصين من المسلمين عليه أن يضع هذه القاعدة نصب عينيه. يعني دكتور لو تعطينا مثال حتى تتضح هذه القاعدة، لأنه كما تفضلت هي أصل عظيم من أصول الاقتصاد الإسلامي، الغنم صحيح. بالغرم والخراج بالضمان، وأصلهما كما تعلم ربما الخراج بالضمان حديث. نعم، المثال لهذا الموجود في متناول اليد وفي الحقيقة يحتاج إلى تطوير حقيقي داخل البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية ما يتعلق بعقود الإجارة. يعني على سبيل المثال، أنا كبنك أؤجر تأجير منتهي بالتمليك لسيارة أو لعقار، فماذا أجعل من شروطي العقد؟ وهذا خلل وشرط باطل على أي حال، أن يتحمل العميل الذي استأجر السيارة أو استأجر العقار تكاليف الصيانة بصفة عامة. جميل. جميع أنواع الصيانة. صحيح. لا شك أن هذا غير صحيح، لأنه إذا كان هو سيتحمل كل أنواع الصيانة فعلى أي أساس أنت تحصل على أرباح؟ على أي أساس؟ أيضا الضمان أن تضمن المنفعة للعميل هو السبب في وجود حقك المتعلق بقيمة الإجارة. فإذا لم تضمن وصول المنفعة على نحو العرف أو الذي جرى به العرف بين الناس، فإذا لم تضمن أنت هذه المنفعة على هذا النحو فليس من حقك أن تحصل على الإيجار المقابل لهذه المنفعة. للأسف يعني بدون تسمية، شركات كبيرة وترفع شعار، شركات ليس بنوك إسلامية، شركات تمويلية يعني ترفع شعار الإسلام والشرعية إلى آخره. فيها هيئات دكتور؟
نعم فيها هيئات شرعية هذه الشركات أو المؤسسات؟ نعم فيها هيئات شرعية للأسف، يعني أنا أكلمك بكل حق، يعني الهيئة الشرعية قد يعني بشر يعني قد يخطئون، يعني احنا كمان لا نريد أن نحمل هيئة شرعية ما لا يعني أكثر نطلب لهم العصمة، إنما هم بشر يخطئون، ومطلوب منا نحن بكل وعي وهدوء نفسي وسكينة نلاحظ الملاحظات، نقول يا مشايخ هذا خطأ يحتاج إلى، وقد يكون لهم وجهة نظر مختلفة نظروا إليها من زاوية مختلفة، قد يكون هناك أمر آخر، لكن المبدأ العام الخراج بالضمان، إذا ما أردت أن تحقق ربحية من أمر ما فعليك أن تتحمل المخاطر المترتبة على رقبة هذا الأمر. فشركة من الشركات الكبيرة في التمويل استشاروني بعض الموظفين، موظف عندهم قال شيخ عدنان هذا العقد بهذا الشكل صحيح؟ يقول في نفسي منه شيء، قلت لا حقيقة، قال يا أخي عندنا هيئة شرعية أجازوه، قلت أكتب تقرير أنه الشرط الفلاني كذا 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 يحمل، لأني لاحظ ماذا يقول الشرط، يتحمل المستأجر جميع تكاليف الصيانة في حالة وجود الحاجة إلى هذه الصيانة، سواء كانت صيانة وقائية أو كانت صيانة دورية أو كانت صيانة تشغيلية. طبعا يعني فضيلة الدكتور أنت الآن عم تلتمس وأنا مثلك ألتمس بعض الأعذار للهيئات الشرعية، إذا كنا ننادي كل المجامع الفقه وكل الكتب التي كتبت في الإجارة المنتهية بالتمليك كلها على الإطلاق ما في خلاف على أنه هذا الشرط باطل، لأنه الصيانة دائما تكون على المالك، الخراج بالضمان كما تفضلت، يعني كيف نستطيع أن نلتمس لهؤلاء أعذار؟ يعني فيما يبدو أن هناك بعض التساهل الذي يعني لا مبرر له. لا ما أخشى، يعني دعني ألتمس عذر من جهة أنه ممكن الموضوع يعني في وقت ما كان الضغط على المشايخ في المشاريع المعروضة وتم التوقيع ومر مرور يعني، لكن الموظف هنا يأتي دورنا نحن كجمهور كمتعاملين مع الشركات. حلو. كموظفين نعمل لدى هذه الهيئات أو لدى هذه الشركات نكتب ونرفع تقاريرنا للمسؤولين وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون، لا لكن لا نأتي ونتحول إلى 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 ركن آخر نقول إذا دعونا نرجع إلى النظام الربوي، دعونا نرجع، لا يعني الأمر يحتاج تطوير ويحتاج تغيير ويحتاج إلى صبر من الجمهور ومن المتخصصين ومن كذلك الموظفين الذين يعملون لدى هذه الجهات، كل إنسان يلاحظ ملاحظة يكتب هذه الملاحظة ويرفع تقريره مرة ومرتين، ولدينا إعلام، لدينا يعني الحمد لله يعني وسائل إعلامية وسائل تواصل اجتماعية قوية جدا من أجل الضغط من أجل التصحيح، يعني انظر الاكتتابات التي تتم أو تمت على بعض البنوك مؤخرا كم كان للضغط الاجتماعي وكذا دور كبير جدا في تصحيح المسيرة وانتزاع وعود حقيقية من أجل التحسين والتطوير، إذا لابد من وجود هذه الجهود المباركة من أجل التصحيح والتطوير، ومن يلاحظ الملاحظة عليه ألا ينتقل إلى 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 المربع الآخر ويرفض الأسلم ويرفض الشرعية. إذا لابد من الحكمة ومن اللين في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع الدعوة، وفعلا كما تفضلت يعني المصارف الإسلامية أيضا لا نريد أن نحملها أكثر مما تحتمل، ما زالت حقيقة تحقق نجاحات، وأنا على سيرة النجاحات حقيقة معي اتصال من الأستاذ سليمان نعيم الراعي رئيس الرقابة الشرعية في أحد المصارف الإسلامية. أستاذ سليمان السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور غسان. أنا قبل أن أتكلم عن يعني وأتوجه بالسؤال لفضيلتكم عن أهم النجاحات، هل لك تعليق حقيقة حول ما دار بيني وبين فضيلة الدكتور عدنان؟ اولا انا اشكركم واشكر ضيفكم الكريم فضيله الشيخ الدكتور عدنان، ولعل للحديث جوانب كثيره، لكن من احد انجازات وجود المصارف الاسلاميه على الرغم من قصر عمر هذه المصرفيه الاسلاميه الا انها استطاعت بحمد الله تعالى ان تحقق انجازات مقدره جعلتها بقوه تنافس المصرفيه التقليديه. من احد مخرجات المصارف الإسلامية وجود هيئات شرعية، أنا أضم صوتي لصوتكم وصوت ضيفكم الكريم لأنه لا يجب أن نحمل الهيئات الشرعية لهذه المؤسسات المالية الإسلامية فوق طاقتها. إذا أردنا أن تكون لهذه الهيئات الشرعية دور بارز حقيقي يعكس أهميتها ويطور من عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، لابد أن نهتم بالأجهزة أو الجهاز التنفيذي لهذه الهيئات الشرعية. حلو. وهو ما يعرف بالمراقب الشرعي أو الدوائر الشرعية
أو التدقيق الشرعي الداخلي داخل هذه المؤسسات الإسلامية. الهيئات الشرعية والحمد لله فيها علماء أجلاء يتمتعون بخبرة، لكن لابد أن ندعم الجهاز التنفيذي الذي يرفض ويمد هذه الهيئات الشرعية بالتقارير اللازمة ويخبرها عما يدور في أروقة المؤسسة المالية الإسلامية، ليرفع إليها التقارير وتتم المناقشات من منتجات وتقارير تدقيق شرعي وما شابه ذلك، واللجان التنفيذية المنبثقة جميل جميل إلى الهدف المنشود. أخي أستاذ سليمان، أنا الآن تكلمت أنه منجزات من منجزات المصارف الهيئات الشرعية، ولا أدري لعله المصارف الإسلامية أيضا من إنتاج أو من أهم ثمار الهيئات الشرعية، لكن أنا صراحة أنا أميل إلى أنه في الآن بعض الناس حقيقة ليسوا متخصصين، أنا لا أتهم الجميع، بعض الناس يقحم نفسه حقيقة، يعني تسأله أنت شو تخصصك، ربما يقول لك في التفسير في كذا في كذا، ليس في الفقه المعاملات المالية، ويقحم نفسه ويريد أن يتصدر الموقف ويريد أن يشارك ويطعم بأولئك الذين تبحروا وقامت على يعني جهودهم المصارف الإسلامية. هل توافقني حول هذا الموضوع؟ قد يكون في جانب من الصحة دكتور غسان، لكن أيضا اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي أو الأجهزة التنفيذية أو أجهزة الرقابة الشرعية الداخلية داخل المؤسسة الإسلامية أيضا يقع على عاتق الهيئة الشرعية. الموضوع يحتاج إلى نوع من التنظيم. لابد أن يكون هذا الشخص المراقب الشرعي خبيرا أو لديه مؤهلات شرعية أو اقتصادية إسلامية أو قانونية وله خبرة في هذا المجال أيضا. طيب. الدخلاء على هذه المهنة كثر صراحة. لابد من تطوير هذه المهنة، لابد من حرفنة أو مهنية. إذن الحديث حقيقة عن الهيئات الشرعية يعني ذو شجون، يعني بحاجة إلى حلقات. أنا أريد أن أضيف. بدي تحكي لي عن الإنجازات الاقتصادية فضيلة الشيخ سليمان. شو سوى؟ أنا لست خبيرا اقتصاديا دكتور غسان. لو سمحت لي، أنا لست خبيرا، لكن أورد على سبيل المثال للحصر بالإضافة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات الإسلامية، أيضا هناك تطبيق لميثاق الأخلاق الإسلامية في المعاملات المالية الإسلامية. هناك نشر للوعي الحسي المصرفي الإسلامي ولثقافة المصرفية الإسلامية، جذب مدخرات وودائع قطاع كبير من العملاء. ولعل من هم مختصون بهذه الأرقام وقواعد البيانات من اقتصاديين وخبراء يستطيعون أن يزودون كما تفضل الدكتور عدنان بهذه الأرقام. أيضا هناك منتجات مصرفية قدمت جديدة هي بحد ذاتها تصل إلى العالمية. حلو. لو رجعنا إلى هيكلتها، إلى المستندات التعاقدية، إلى العقود التي أعدت، هي بحق تنافس أرقى المستندات وتصل إلى العالمية في إعدادها وصياغتها وهيكلتها. وأخص بالذكر في مجال الاستثمار والتمويل، أيضا النمو والتطوير والانتشار السريع للمصارف ومتانة القواعد لهذه المصارف، والتي يعني خير دليل على ذلك الأزمة الاقتصادية وكيف أن المصارف الإسلامية لم تتأثر بما حدث في العالم فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية. أضيف أيضا بشكل سريع أو بشكل نهائي تميز البعد الاجتماعي أيضا والبيئي للمصارف الإسلامية. أنا أوردت ذلك على سبيل المثال. وأنا أعتقد أن هناك تحديات لهذه المصارف الإسلامية، لكن لا يجب أن نقول بأن المصارف الإسلامية تجربة وستنتهي، أثبتت نجاحها وهي تتطور كل يوم، وأنا من المؤيدين بشدة للمصارف الإسلامية ومن المؤيدين للهيئات الشرعية بأن تستمر. حلو. وللتدقيق الشرعي الداخلي والرقابة الشرعية. ولذلك أخي يعني سليمان أنا سميت الحلقة حقيقة المصارف الإسلامية نجاحات تتألق في سماء الاقتصاد العالمي. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. الأستاذ سليمان نعيم الراعي رئيس الرقابة الشرعية في أحد المصارف الإسلامية، شكرا جزيلا لكم. أعود إلى فضيلتكم فضيلة الدكتور. الأستاذ سليمان حقيقة أشار إلى جملة من الإنجازات، جملة من النجاحات حققتها المصارف الإسلامية، ويعني أيضا يقول أنه هذا سوف إن شاء الله تعالى طموحنا أكبر من ذلك، نسعى إلى تحقيق أكثر من ذلك. التحديات فعلا هناك معوقات، هناك تحديات، لكن إن شاء الله تعالى نتغلب عليها، يعني إذا كنا إيجابيين حقيقة في ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية. تعليقك فضيلة الدكتور على هذه النجاحات، أو ما هي النجاحات الأخرى التي يمكن أن نتحدث عنها؟
لا شك انه وجود يعني من النجاحات الاساسيه للمصرفيه الاسلاميه في هذا المجال وجود قدر من الوعي لدى الجمهور. يعني وجود مصرف اسلامي دعا الناس للتساؤل، ما الفرق؟ ما الفرق؟ الاجابه على هذه الجزئيه ادت الى وجود قدر من التثقيف للجمهور، وهذا ادى وهذه نعتبرها جيده ورائعه في هذا الميدان، ويكفينا ان الناس يبداوا يتساءلون ليجدوا الاجابات. وفي طريق الانسان او الشخص للحصول على اجابه من هذه الاسئله يتعلم ويتثقف، فاذا الثقافه الاسلاميه تنتشر في هذا الموضوع. ايضا من النجاحات في هذا الميدان، طبعا اثناء الفاصل الاعلاني خلال الانترنت، المشكله انه الاحصائيات المتعلقه في هذا الجانب احصائيات لدي احصائيات قديمه، لكن الان من خلال الانترنت وجدت انه 176 مصرفا في 40 دوله باصول تصل الى 147 مليار دولار لدى هذه المصارف الاسلاميه تحديدا. وهذا خلال الفتره الوجيزه من عمر المصارف الاسلاميه يعتبر انجازا جبارا، وهو حقيقه يعني يذكر ويشكر لهذه المصارف الاسلاميه. إذا هذا أيضا من الإنجازات المحسوبة لهذه المصرفية، أنها استوعبت قدرا كبيرا من الأصول التي كانت لدى الناس، وإذا بها أصبحت إيداعات لدى هذه البنوك واستفادت منها، واستفاد منها الناس في على نحو شرعي ونحو صحيح. ولو لم يكن إلا هذا لهذه المنفعة فهو خير، يعني أن نقي المجتمع ونقي الناس الخوض في الربا. قد يكون عندنا ملاحظات على البرامج، على الأخطاء في التطوير إلى آخره إلى آخره، لكن هذا خير من دعني أقول التناول المباشر أو التعامل المباشر مع الربا بعينه، لأن فيها ما فيها، تعرف التعاملات بالربا فيها ما فيها، نسأل الرحمة. جانب الاستثمار والجانب الاقتصادي فضيلة الدكتور، هناك من يقول أنه هناك دول حقيقة استفادت استفادة كبيرة جدا من الاقتصاد الإسلامي، سواء في دول الخليج أو في ماليزيا أو في عالمنا، عندما طبقوا الاستثمار وهو استثمار حقيقي كما تعلم، لأنه قائم على المشاركة. يعني عندنا اقتصاد، عندنا شيء، في شيء معقود عليه، وليست هي مداينات فقط، يعني هي ما يسمى بالمشاركة وإيجاد المصانع وأصول الإنتاج ونحو ذلك. هل لك أن تحدثني عن أهمية الاقتصاد الإسلامي للدول من الناحية الاقتصادية؟ ماذا فعل من مشاريع؟ أي ما في شك، دحين الآن بمجرد أنت ترفع شعار لا تريد التعامل بالربا ولا تعطي بفائدة، ليس لديك حل، لا سيما إذا ما أردت أن تدخل في تعاقدات كبيرة وضخمة. لا 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 سبيل الا ان تدخل في مشاركات كبيره من هذا. انظر الى الاقتصاد السوداني، الاقتصاد السوداني على مستوى البنك المركزي وباقي البنوك في السودان لا يوجد تعامل بالربا، وجميع الاقتصاد السوداني الان يقوم على اساس فكره المشاركه وعلى اساس فكره السلم وعلى اساس فكره الاستصناع، وجميع البدائل الشرعيه التمويليه التي يحتاجها السوق موجوده في السودان وتقوم بالعمل في تلك الدوله بكاملها تقريبا، ولا يوجد تعامل بالربا. اذا هذا لم يكن ليكون لو لم تكن المصرفيه الاسلاميه قادره على التجاوب. نحن امام دوله كامله تقوم كل اعمال التمويل فيها من خلال القنوات الشرعيه والاسلاميه الصحيحه، والهيئات بالمناسبه الهيئات الشرعيه في السودان يعني تنحى نحو متشددا في هذا الجانب اكثر من باقي الهيئات الشرعيه في سائر البنوك الاسلاميه، يعني البنوك السودانيه على مستوى البنك المركزي فمن بعده يعني يتشددون في مثل هذا النوع من التعامل، ولذلك نرى ثمار هذا العمل احسن او في ابهى صورها موجودا في السودان، كذلك في ماليزيا. طيب لو لاحظنا كثير من المصانع الماليزيه. اعود الى هذه النقطه بعد هذا الفاصل، معذره للمقاطعه دكتور، لازم اطلع. مشاهدينا الكرام كونوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامج دين ودينا. فضيل الدكتور، كنا نتحدث عن الإنجازات والنجاحات للمصارف الإسلامية، وكنت تنوه لتجربة ماليزيا حول هذا الموضوع.
طبعا من المعلوم ان بي او تي يعني البرنامج هذا الذي يقوم على اساس انه الدوله تمنح امتيازا لشركه من الشركات من اجل انجاز مشروع معين، طرقات او مطارات او موانئ او ما شابه ذلك، على اساس ان تستغل هذا الامر المصنوع او الطريق او الميناء او المطار مده معينه، ثم بعد ذلك تؤول ملكيتها الى الدوله. هذا الامر طرق وتم التعامل في ماليزيا في عدد من الطرقات، وعلى سبيل المثال مطار في ماليزيا وما شابه ذلك، كلها تم تمويلها من خلال المصرفيه الاسلاميه وفق هذه الاليه. وكانت موفقة ورائعة، يعني يقوم البنك بأخذ العقد والتعاقد، يعني يمنح هذا الامتياز من الدولة ويقوم بتأسيس الطريق أو ببنائه أو بتأسيس الميناء أو بتأسيس المطار، ثم بعد ذلك بعد مدة معينة تؤول ملكيتها إلى الدولة، وهذا تمويل شرعي وليس فيه إن شاء الله من غبار، وتبنته البنوك الإسلامية في ماليزيا، أو في كثير من الحالات كانت شريكة لباقي الشركات التي تولت مثل هذه الأعمال. هذا كذلك الأمر في تركيا على سبيل المثال، أيضا كان لبعض البنوك الإسلامية كبيت التمويل تحديدا في 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 تركيا كان له إسهامات في هذا الجانب في بعض، على وفقا لآلية بي او تي يعطى الامتياز، يقوم ببناء منشأة من المنشآت، يقوم باستغلالها مدة معينة، ثم تؤول ملكيتها الى الدولة مرة اخرى. وايضا احب ان اذكرك ايضا بموضوع الصكوك الان، وعندنا في دولة الامارات شراء طائرات ونحو ذلك، وايضا في السعودية واغلب الدول الإسلامية ايضا استفادت من موضوع الصكوك ايضا في إيجاد اقتصاد حقيقي وسلعة ونحو ذلك. صحيح. دكتور، أنا أعلم أن النجاحات أكثر من أن تعد، ويعني لكن دعني أتكلم عن بعض التحديات أو المعوقات التي يعني ما زال نسعى من خلال بيانها ليسمع أصحاب الاختصاص، وبالتالي يبدأون بالتغيير. هناك من يقول أنه من أكبر التحديات ما يسمى بالتشريعات والقوانين. إلى الآن لا يوجد هنالك العلاقة لا سيما بين المصرف الإسلامي والبنك المركزي في كثير من البلدان الإسلامية الموجود فيها المصرف الإسلامي تعمل في بيئة التشريعات والقوانين لا تنسجم مع طبيعة نشاط المصارف الإسلامية. ما رأيكم؟ صحيح هذا الكلام، وهذا يعني لا شك أنه عقبة، تعتبر عقبة كبيرة وتحتاج إلى تجاوز. على سبيل المثال يعني في مؤسسة النقد العربي السعودي عندنا في المملكة العربية السعودية هنا، لو أن تاجرا من التجار قام بالتعامل مع البنك في حجم كبير جدا، دعني أقول مبالغ مليار أو كذا، في عقد من عقود الإجارة على المنتهية بالتمليك، في بناء سوق، في بناء كذا، لو نشأت خصومة بين هذا التاجر وبين البنك، إلى أين يتجه التاجر؟ سوف يتجه، يفترض أن يتجه إلى المحكمة. لكن البنية القانونية لدينا في المملكة العربية السعودية تجعل الجهة المختصة بنظر هذا النزاع اللجنة المصرفية وليس المحكمة الشرعية. اللجنة المصرفية كيف ستنظر إلى هذا العقد وكيف ستعالجه، وهل ستعتبر هذا العقد عقدا تمويليا يعني قرض، وانما لجئ او تم اللجوء الى عقد الاجاره ليكون ساترا للقرض، مثل في اوروبا الليزنج، يعني اجور نعم عقد اجاره ولكنه ساتر للبيع. فاذا ما نظرت اللجنه المصرفيه لعقد الاجاره وفق هذه الآلية تكون مشكلة كبيرة جدا للتاجر ومشكلة كبيرة أيضا للبنك، ربما ينظرون إلى أنه بيع يعني يستره يعني إيجار، يعني كما تفضلت هو ما يسمى بعقد الليزنج. هذه حقيقة أعتقد هذه الإشكالية وهذه المعضلة موجودة في أغلب الدول التي فيها المصارف الإسلامية. اسمح لي دكتور أخذ هذه المداخلة حقيقة حول بعض التحديات من الدكتور عبد الله الشامي أستاذ الفقه المقارن. الدكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور عبد الله. دعني حقيقة باختصار لو سمحتم دكتور أتحدث عن التحديات المعوقات التي يعني تواجه المصارف الإسلامية. من أهم هذه المعوقات؟ مرحبا. تفضل. أيوة حقيقة باختصار شديد أهم المعوقات التي تواجهها المصارف الإسلامية غياب القوانين الموحدة للمصارف الإسلامية، وأيضا غياب الهيئة الشرعية الموحدة للمصارف الإسلامية، وأيضا غياب القدرات البشرية المدربة والقادرة على مواكبة متطلبات العمل المصرفي المعاصر في المصارف الإسلامية. كذلك أيضا تضارب الفتاوى الصادرة عن الجهات الشرعية لهذه المصارف مع غياب ذوي الاختصاصات الأخرى في المصارف الإسلامية من المحاسبيين والاقتصاديين وغيرهم. كذلك تضارب المصالح لدى بعض المصارف الإسلامية مع بعضها، وغياب الحوكمة والمصفوفات التي تسهل للعاملين والمستثمرين كيفية الوصول إلى العمل المصرفي. حلو. وأيضا قصور أوجه التكامل بين الاختصاصات المختلفة المطلوبة للأعمال المصرفية، وأيضا قلة الخبرة في العمل المصرفي مقارنة الإسلامي مقارنة بالمصارف التقليدية التي نسميها conventional banks. غياب المشاركة الفاعلة من قبل هيئة رقابة وتوجيه مكونة من قبل المودعين نظرا لمصالحهم ولتحقيق العدل والأمانة. أيضا عدم استيعاب النقد الفائض لدى بعض المصارف الإسلامية في مشاريع مستدامة وآمنة، وأيضا تحكم المساهمين بالمودعين في إدارة البنك برغم أن أموال المساهمين نسبة صغيرة إذا ما قورنت بأموال المودعين. وأخيرا الاحتياج إلى إخراج مادة فقه المعاملات الشرعية التي هي تسمى القوالب لأعمال المصارف الإسلامية في برامج عملية. نحن الآن وهذا هو الجانب الذي ينبغي أن نقف عنده حقيقة قليلا. دكتور عبد الله هذه يعني أنا أشكرك على هذا التلخيص. حقيقة يعني تحدثت عن معظم أو كل هذه التحديات، لكن دعني أسألك باختصار لو سمحت، هذه التحديات هل يمكن أن نتغلب عليها، وهل من السهولة أن نقوم بالتغلب عليها؟ لاحظ أخي الكريم، إذا نظرنا إلى تاريخ المصارف بشكل عام سواء كانت مصارف تقليدية أو إسلامية، نحن في وجه السبق في الإسلامية من أكثر من 14 قرن من الزمان. المصارف التقليدية عمرها لا يزيد عن 200 سنة، لكن الفارق أن هذه مصارف عملية عندها خبرات متراكمة، والمصارف الإسلامية ناشئة عندها نظريات أدبية. وحتى هذه اللحظة نحن لم نستطع أن نسهل للعاملين وللمستثمرين الطرق السهلة في مصفوفات بسيطة، ويمكن تجاوز هذه فيما لو أن هذه المصارف شكلت وحدة متكاملة من متخصصين من مختلف التخصصات التي تخدم يعني غايتها ويقومون بعمل تكاملي. أشكرك. وهذا العمل نعم. يتطور مع الزمن. لكن أن كل بنك أو كل مصرف إسلامي يشكل وحدة مستقلة ويعمل بمفرده دون أن يتعاون مع المصارف الأخرى. أنا حقيقة الشاعر يقول تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. أشكرك. شكرا جزيلا الدكتور عبد الله الشامي أستاذ الفقه المقارن. شكرا جزيلا دكتور عبد الله، حقيقة لخص لنا معظم التحديات التي يمكن أن تواجه المصارف الإسلامية. قبل أن أعود إلى الدكتور معي عبد اللطيف من السعودية، تفضل أخي عبد اللطيف بإيجاز لو سمحت. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام.
أنوار، وليل مبارك عليكم يا رب جميعا إن شاء الله. الله يحفظكم ويحفظ الدكتور عدنان وهو خالي وعزيز علينا، الله يحفظكم جميعا. بس أنا حاب أسأل عن مواصفات البنوك الإسلامية والدور الاجتماعي ليلى، وأبرز المعاملات المالية المؤتمدة بالبنوك الإسلامية. كثرت الأسئلة يا أخي عبد اللطيف. هلا؟ أقول الأسئلة كثيرة والوقت ضاق. على كل حال لعله الدكتور يتكلم عن مواصفات، أهم مواصفات المصارف الإسلامية. أشكرك أخي عبد اللطيف، شكرا جزيلا ومعذرة للمقاطعة. دكتور أعود إلى فضيلتكم، تعليقك على التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية ورأيك في ما تحدث به الدكتور عبد الله فضيل الدكتور قبل أن نجيب الأخ عبد اللطيف. تقريبا ذكر الدكتور عبد الله 15 يعني عقبة، أو دعني أقول مشكلة تواجه المصارف الإسلامية، وأتفق معه في معظمها، ونشكره على هذا الهم، ونتمنى أن يكتب كتابة مقالية في هذا الجانب ويشرح ويفصل ويضع لنا البديل والحلول لكل عائق من العوائق التي ذكرت. لكن فيما يتصل لدي يعني رغبة في التعليق على جزئية توحيد الهيئات. أنا لست من أنصار توحيد الهيئات الشرعية على مستوى البنوك، لأننا لا نريد لهذه البنوك أن تكون جامدة وفق رأي فقهي معين محدد. يعني أنا عانيت وجربت تجربة. لماذا دكتور؟ يعني أنت اسمح لي دكتور، نحن يعني كل العلماء يقولون أنه اختلاف الفقهاء رحمة، وهذه الثروة الفقهية التي تركها الفقهاء أمر طيب جدا، لكن في نهاية المطاف القضاء لابد أن يستقر على حكم واحد، وإلا بصير الأمر سبهلة. لا يعني كما يقال، يعني مثلا عقد المزارعة، بعض الفقهاء يقولون بالجواز والبعض يقول لا يقول بالجواز. لو اختلف اثنين في عقد المزارعة وبالله يراحوا على مفتي، بماذا يفتي إذا كان الأشخاص لا يعلمون الحكم قبل أن يدخلوا في هذا العقد؟ يعني تقنين دكتور المعاملات المالية دكتور، ولا سيما في القضاء الآن، يعني هو هذه دعوته. أترك الحديث لك، تفضل دكتور. دكتور أنا أتكلم عن الهيئات الشرعية، لا أتكلم عن القضاء. إذا وصلنا إلى ميدان القضاء فحكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني هنا نأتي إلى ما يتصل بالتشريعات القانونية الرسمية. أنا أتكلم الآن عن جزئية إصدار فتوى تتعلق بمعاملة من المعاملات، لست مع توحيد الهيئات. أما ما يتصل بالقانون فأنا مع أن الدولة مع ومن مؤيدي تقنين الشريعة، من مؤيدي أن تصدر الدولة تشريعا مدنيا يحدد تعاملات الناس ويضع لها الإطار. في هذه الحالة تلك الهيئات الشرعية تصدر فتاوى، ليس كل تعاملات البنوك مما يفتقر الى خصومه، مما يمكن ان يصل بك الى خصومه. فبالتالي ليس معقولا ان نحصر الاجتهادات الفقهيه المتعدده في مجالات عديده كبيره جدا من اجل يعني ربما الدكتور عبد الله بده انه يعني نوعا ما يكون في اطار عام، يعني ما يكون الامر في هامش كبير، في هامش من الاجتهاد. هذا ربما يعني جميل، لست ضد التنوع. والله أنا سعيد جدا يا فضيل الدكتور بالحديث، والحقيقة بدأنا الحديث دسم لكن الوقت انتهى للأسف. لعلي أناقش هذه الهموم وهذه التحديات وهذا الموضوع في حلقات أخرى إن شاء الله تعالى. أشكرك فضيلة الدكتور عدنان الزهراني، المستشار الشرعي والقانوني ومدير الرقابة الشرعية في بنك الجزيرة سابقا، والخبير في المعاملات المالية المصرفية المعاصرة. مشاهدي الكرام، إلى أن ألتقي بكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.